البنات غادي ندير باقي الفراج ديالي. بعدا السلام عليكم نتوما، لاباس عليكم؟ حيت كنسمع بحالي طالع تعطل بزاف شي 4 ساعات باش يجيب لي الصخره وتعطل. ودابا راه طالع وغنعمل له مقلب، غنقول له كتخونني وديكشي وغنشوف شنو غادي يجاوب. دابا هو الكيسان دابا كاين شي مشكل، غادي نشوف شنو غادي يدير. حيت الصراحه تعطل بزاف، الا كنت نتوما في بلاصتي قلنا حتى يجي نتفقوا على العشاء. خرج في 3 دابا تسعود تسعود للعرب دابا، يعني بزاف تعطل. ساعة نوريكم ساعة بخير. اوكي بابا هو جا وجاب لك حاجة مزية ولا جاب لك بزاف ديال الحاجات؟ غيكون انا مش قلت لك الضحك بابا. ايوا على على بالسلامة السوبر مارشيات كيبقاو فاتحين 3 ساعة. السلام عليكم. لا شو شحال من ساعة؟ شوف انت الساعة فوق راسك على اللي خايله، وشوف شحال الساعة. ها كيفاش علاش فين مشيتي؟ كيفاش علاش فين مشيتي؟ كيفاش علاش فين مشيتي؟ شني؟ ايوا شوف شحال الساعة اتفقنا هيدا حنايا. واش اللي اتفقنا حنايا هيدا؟ هيدا مع الساعة نطيبو حنا العشاء، ومع الساعة حنا نطيبو العشاء. عملنا الفداوت اللي غناكلو العشاء، شنو العشاء حنا واقيلا؟ والعواول معاش كيناسو، كيناسو مع الساعة هادي. قلت لك الفداوت ديال الفداوت. واقيلا كنتي خرجتي في 3 يمكن الخمسة فايتك، بدا كتقول خمسة ودابا تسعود عندك الخمسة فايتة. نعملو حنايا ستة، نعملوك ستة حنايا، ستة سبعة ثمانية تسعود أربعة ديال الساعات. وخليتي التليفون، قلت أنا واقيلا تكون سخفتي ولا وقعت لك شي مشكلة. انا البنتو قلتي ليه انتينا؟ عمر راسو زعما عيان زعما وصهدا. ماما نعم دار ليا خلطه زوينه كوكيشه. عجبك الحال؟ ما تبقاش تاكل عيش سقاطه، ما تاكلش عيش سقاطه، ما تاكلش عيش سقاطه، ماشي مزيانه ماما بزاف السقاط. صافي واخا اوكي. جلس اش مروين؟ ها؟ جلس. شنو جلس؟ ها؟ بغيت نهضر معاك. إيوا دار. علاش خليتي التليفون ديالك وخرجتي؟ مرة أخرى. نسيتو خليتي ورا خوا كان كامل. مرة أخرى أنا سبق لك وعملتي هذا المنظر، هذا شنو كان خوا كامل ولا تيتشارجا؟
شو انا سينا كتعرفني دايما كنبغي نهضر جديه وكتعجبني الضحكه دارا المهم مره اخرى قلت لك ولي خرج التليفون ديالك معاك ايوا راه ثاني عليني تاع هي ايوا كنت تنهضر بعد ساعات كاملين شكون كدير 5:30 6:30 7:30 8:30 ديما السوايع ديالي معروفين سوبر مارشي ديكا مارك سوبر كوب و البرت هاي ماشي اليوم عاد عم بقى 3 ساعات ولا ولكن تينا راه بزاف ولكن سني ولكن هذا هو الوقت ديالي ديما سني اليوم عاد عم تاخر ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربع مرات واخا يال والمرض دابا هذا ما مرض ما والو دابا كنتناقش انا وياك باش تشوفني انا ملي كنسخر الوقت ديالي معروف ها دابا غير قول فين مشيتي قول الحقيقه وسالم عندك طيحه دار دغيا كيطيح هادي ما تكون عاشي نصرانية توحشتيها مع العطلة شحال حنا مسافرين ومشيتي لعندها واقيلة خلي زعما التليفون ش اش من توحشتك انا تاني كتعاني لي توحشتك تينا بنتي ما فاهمة والو ما كاينة بو توحشتك انا ومشيتي توحشتك انا جنات اصلا ما خاصكش تكوني حدايا ملي كنكون كنهضر مع باباك سيري بنتي حنا ما عرفنا كاش خفتي كاش شنو وقع لك كيفاش خلينا يوم نقولكش انا فاش كنفكر حنا قلنا الا سخفتي واخا تقدر تكون سخاف تقدر تكون شي حاجه قلت ماشي نورمال وصيتك باش بقات تاخذ معاك التليفون ياك انا شحال هادي قلت لك ولي بقات تاخذ معاك التليفون بقات في 5 الانسان ملي كيخرج 4 ديال الساعات ماشي غير يتسخر شنو المره ديالو شنو عاد تضن مع الضن شي راه عند شي وحده ايوا يلا دابا انا كنمشي ثلاثه دابا هادي وراه المكان هادي شحال سنين عند شي وحده عاونت فين هذا الوقت اسكت هي ضربتني مع النوشي ماما هي ضربتني هيدا مع النوشي صافي هنا انا خلي التليفون كيتشارجي الاطفال ديالو السوق الخاوي وما ما كاينه بو افكار ديال السوق الخاوي انا هيدا قال لي مخي انت ساعة ونص ولا اربعة كاع راه ديما معروف كنسخر بلاتي معروفين كنمشي بلاتا ونشوف الريكلامات وماشي ليك عارفه انت الا بديك متاكده وماشي اليوم عاد غنسخر ولا خمسه المرات اي ولكن دائما كنهضر معاك حسابا ما عرفتش شحال من مره هي اي ولكن كنقول لك انا هذا الشيء راه ما يمكنش ولكن كنت نقدم معاك التليفون ديالك ملي بقيتي كتكرر هذه العمليه دابا وساعه راه بقى ديك يدخلني الشك اي كل مره 3 ساعات 4 ساعات او نبقى معايا بيكون انا كنسخر لا ما نقدرش انا نمشي انا معاك انا نبقى مجازره من السوبر مارشي انا كتعرفني ما عنديش مع السخره ما كيعجبنيش نتسخر والمهم ما كنت غير ديت التليفون كسرت فيه كنت ديت التليفون نعيطو لك وهاد المره عرفتي انا اش انا شو عرفتي جنات اما بليز انا كنهضر مع بابا بليز هو جاب لك بزاف ديال الحاجات سيري شوفيهم غادي يعجبوك سير شوفيهم هاد المره عرفتي شنو غادي نعملو سيري ماما سيري شوفيهم بليز يلا صافي سكتي انا مسوق اوكي دابا عرفتي هاد المره شنو غنعملو غادي نشبر التليفون ديالك وغادي ندير فيه واحد الابليكاسيون كيقول واحد الاب ديالك كتعرف الواحد فين مشى بلاصه فين مشى كتعرفو كتقدر تتبعو من الدار غادي نعملها لك في التليفون ديالك باش غادي نشوف فعلا واش كتمشي غير السوبر ماركت ولا كتدخل شي دار فين غديرها غديرها في تليفوني انا اذا ما تيقش بيا ايوا تعدي اذا ما تيقش بيا اي ولكن غديرها ليا نديرها ليك اي واحد راه كيعرفها ومعروفه واضحه بشي بصح ولكن انا ماشي انا اللي كنغيب بحال هيدا اي واحد لا بغا يعرف ساعتك اخر فين هو نيشان اذا دابا شتي اش كتبغي تقولي زعما ما تعملها ليش راه عملتي انت بحالي تتهدد لا ولا ماشي عملتها انا من حقي نعملها صافي ولكن انت دابا بحالي كتهددني زعما ولكن بغيتي تعملها
جوج والحقين عملها وما تانا ميشا. ولكن دابا انا شكيت فيك انت ما تتشكش فيا، انا شكيت فيك وفهمتي كيفاش. دابا انت ملي تشك فيا ساعتك عندك الحق تعملها. دابا انا اللي شكيت في السوبر مارشي، غنعرفك دخلت السوبر مارشي غيعطيني دخلت السوبر مارشي فلان فلان، دخلتي السوبر مارشي اخر يعطيني دخلتي السوبر مارشي فلان فلان، مشيتي في زنقه ولا في شي بلاصه غيعطيني راه مشى لديك الزنقه ومزيانه اولا. ودابا انتينا انا عرفتك ظنيتي انني عاملاها في التليفون وكتخلي التليفون تمشي بلا تليفون. ظنيتي انتينا انا راه عاملاها في التليفون وكتمشي بلا تليفون. انا فين سواق ديك السوق الخاوي اللي كتفكر انتينا في السوق الخاوي، فين سواق انا ديك التخربيق اللي ديال البرازيا هذيك وفايت ما عرف انا هذي، ولا كنخمم ولا مسوق انا في السوق الخاوي اللي كتكون انتينا بديك البوليه. كيتعرف انا عارفه مشى حتى شي بلاصه، ولكن ما عمري ما كنقول ليه فين مشيتي ولا هادي. صافي ريان صافي، المهم دابا اتفقنا المهم واش اتفقنا باش نمشي نقضي الشغل ديالي. اتفقنا اتفقنا صافي اتفقنا ميشا قلت شي حاجه ها؟ شنو ما سمعتكش؟ كاينة شي حاجة بغيتي تعملها حتى هي أنا من حقي نعملها صافي، تسالت الهضرة. شنو هي؟ شنو أنت غتراقبني في التليفون؟ شني؟ إيه نراقبك علاش لا؟ من حقي. ولا من حقي. من حقي يا. ولكن أنا ما عملت حتى حاجة. ماشي أنت هنا باغينها من حقي، إلا بغيت تعملها أنت هنا. تهدي يا زعما تني تينا وانا صافي تاينا من حقي نديرها. ايوا صافي بسم الله. واه سني ايوا صافي انا ما عنديش المشكل، انا فين غير زعما انا ما عندي المشكل. وانا زيدو لك تمشي شي بلاصه كتكون انا ما كنتهرب فيا حتى واحد ما يتعرف. انا ملي كيكون عندي مشى لشي موطع كنقولو لك، نقول لك هاي انا فين ماشى وها الساعه اللي عرجع فيها. عمري تعطلت انا عمري ما تعطلت انا وتينا عارفاني ثلاثه ساعات انا السوبر مارشي ماشي اليوم عاد. واش هادي يقول اي واحد لا عرفاني جديده عملت شي حاجه اللي هي ما عرفتش شحال من ساعات زايده ولا وانت انا كتشري الروسته وتشري شي حاجه وتجلس وتبقى على الخاطر ديالك تما في السوبر مارشي. ايوا والسوبر مارشي كيمشيو يتسخروا ولا كيمشيو يجلسوا ويشدوا قهوه ويشدوا هادي. عندي الشغل هادي صافي نمشي بلاتي عليا ونشوف الحاجه اللي عندي برخه ماشي كنمشي انا ما نعرف نلعب ولا. هو السوبر مارشي ماشي هو السوق باش عندي برخا. كنت في الاول ثلاثة ديال السوبر كوب ديكا مارك والبرت هايم وكنشوف الريكلامات ماشي سان طان طان طان. ما نعرفش كيفاش نتمشى مع هادي شنو نجيب برخا بقاتي غير. اذا انت تعرف تسخر على القيبان. والله الا. واجي اجي نقول لك اجي نقول لك. لا لا صافي كليتو كيف كنسون. اجي اجي مسامحه راك كان غير مقلب. غير مقلب عاونات غير مقلب سوري غير مقلب. ولكن اسمع انا كتعرفني من راقبك من والو ثقه فيك 100%. انا عندي شي وحده من غيرك تبقى تهديني فينا عاونات ديالك. اجي ما عندك حتى وحده من غيري متاكد. لا خو عاد عدد الزباط. علاش ما ننسى في محرق راسو المشاكل؟ ولا زعلت ما نعرف علاش ما نفتش على شي وحده ولا على هادي ولا وإذا بغيتي تقول أن عزيزة عليك ما تقدرش تشوف شي وحده من غيرك. زعما رحتي معاك وما فيه مشاكل وهادي علاش أنا زعلت ياك بعد أنا ما فياش المشاكل. بالعكس المهم هاد المرة الله يرضي عليك ملي تمشي دي معاك التليفون ديالك علاش؟ غير هاديك فعلا تقدر تخاف تقدر توقع شي حاجة ما نجبرش انا كيفاش غنتصل بك هادشي علاش وما انا ما عندي حتى شي مشكل حتى انا راني تايقه فيك. المهم البنات كان هذا هو المقلب قلت له وقلتي لي غنجيب الحليب هذاك الشيء باش كنت كنتسناك ولكن الحمد لله والحمد لله انا 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 نمشي نمشي نشوف واش نيجي هادي ديك هاي هنا ما كي لا تاو كيسات هذا ما جبت بس هذه انت انا كتعرف هادشي ديك الساعه كيبقاو غادي نقلب الكاميرا باش نشوفو شنو جاب. مادام حضرتو فهاد اللحظه غتشوفو شنو جا
شوفوا ثلاثة ساعات في نقدام. ها هما البنات حنا نشوف شنو جاب. دابا هادي معمرة كتسخر راه حل راه حل السوبر مارشي كامل. اما الكتاكيت دغيا كيمشيو. انا بعدا هادشي بعدا كنقول له ما تبقاش يجيبوا لي، كنعدلوا بعض المرات في الدار. علاش؟ راه غير سقاطه سقاطه شيبس. هادشي ما تبقاوش تاكلوه، هادشي ماشي صحي ولدي، ماشي صحي ريان. الخبز اصلا الخبز باقي عندي الخبز. هادي فتحوها ها. الصداع ديال العوا والبنات بنان. هادو البولز ديال الشوكولات كيديهم العوا والهيدا كان بعد ما كيفطروا فيهم دغيا دغيا في الصباح الى ناضوا لي معطلين. خبز اخر يا البنات توحشت نعدل الخبز هيدا بلدي ولا ناكل الخبز بلدي. شكون اللي توحشت البنات تعدل الخبز بالنسبه للبنات اللي في هولندا؟ كيفاش بيضه ما كايناش؟ شوف كانت ترسات. شكون قال لك؟ وقيلا باباك ما عرفش. هذا اندوني حيد حيد كريسه كيعرف كتعجبني كريسه واخا ماشي وقتها دابا تجنت كتعجب. سكوت العنب يلا سكتو الكوكيز عاونت جانا. انت كل شيء تينا كيعجبك كل شيء. الكوكيز عاونت انا كنقول لهم ما تبقاش تجيب سقاطة خاصو ولا يا بانو عاد كليتي دابا الساعة كتاكلها. جلس بانكوك ماشي مزيونة يا عمران. الصوبيتات كنسخن في الفرن ياه. بطاطا فريت ديال الفرن الكوكيز عاونت البنات. لا حتى يخرج من الحمام عاونت. جلس ما تقولوش هاد المرة ماشي مقلب هاد المرة ديال بصح. مام لي سكاطا هذا البلاستيك البنات كيديلي البلاستيك كنعمل فيه الحاجات. عطيت كلشي عاد صافي علاش ما نقولوش؟ نقول له يا كنتي انا شفتي شحال مره كنقول له ما تبقاش يجيب سقاطه بزاف. كروكيت حتى هما ديال الثلج العنب عاونت. شو اجي نقول لك واحد الحاجه. شوف انتي هنا هكا دو عملوا مع النبيره يا كنتي هنا جنه هكا دو عملوا مع النبيره. هذوك النبيره عليا قلت لك يعملوا انتي جهه اخرى عاون شكارة عاون تعمرة بنان. انا المشكله اللي عندي معاك نقول له ما تجيبليش سخره بزاف. علاش؟ ناض ديور في هولندا صغاري ومسانس. اوكي مسانس على النبيره اللي كانت في المغرب كبيره. ملي طلعنا لهولندا النبيره صغيره الديور صغاري. فين غنعمل انا السخاره؟ دائما كيجيب لي السخره بزاف. باي واخا ماريا بلايس ماما طماطا البنات ماما ماريا بلايستر هنايا بلايستر واخا اوكي صبر. هذه البيندا كاسا البنات هنايا عامله بحال املو. هي اللي كنقول لكم صحيه كيقولوا العواو اللي ياكلوها حتى الناس كبارين. شي فلور وو بانيكو غادي نضرب باش ما نطولش الفيديو. البصل حمراء هي اللي كنستعملها دائما الجهده مزيونه البنات. عندهم هنايا ماما هي الخضره هنا فوق في ماما هذاك بونيتو يا اي مطعم هي الخضره طبيعي. وهذا التفاح ابو يا قلت له ما بقاش يجيب لي الصاب. شوف دابا عاوتاني الصاب سقاطه. لا سقاطه ماشي مزيانه. سقاطه ماشي مزيانه. ليمون هذا طماط هادي كتعجبني ديالي جاب منه فلان. فلان البنات ها هو حي تدخلينيش هذا تشوف هذا تجيب لي صح. فلان اخر
ابل شاب زيت معروف كيتشاب نمشي نفتح محل نفتح مطعم على الكيتشاب اللي جايبو باقي الكيتشاب اخر عامه ني هادي الطوماط هادي الصوص ماشي كيتشاب مزيان ماشي هي ما نقولوش شوف قلت له قبيله بحال اللي سمعتها تكتبها لي في التعليقات بانها سمعتها قلت له تشارت هادو برسطوني قلت له بان ما كنبغيش نتسخر ما عنديش سخره قال لي تمشي معايا زعما قلت له لا ما كنبغيش نتسخر ما عنديش مع السخره شي مره نبقى نمشي مع البنات نبارطاجي لكم وفي نفس الوقت كنبقى نقول له هذه علاش جبتي هذه علاش ما جبتيهاش هذه مسكين اللي عطيه الصبر معايا ها تبي شوف الحليب باص باص اي ها فير أربعة جوج آخرين ستة سبعة ثمانية سبعة ثمانية تسعة عشرة ماما خوي تسعة عشرة أكشي قلنا عشرة يا ماما 11 12 انا دائما شعر صافي اوكي ايوا هادشي بزاف ثلاثه الساعات كيجلس لك هو في السوبر مارشي وياخذ لك مثلا شي كيكه هايده مزيونه مع القهوه تما كاينه القهوه ويجلس ويوزع ثاني جهه اخرى وجهه اللي فيها الريكلام اللي فيها الخضره مزيونه كيمشي لي يجي محمد راه جبتي عاوتاني بزاف السخاطي كنقول لك السخاطه ما تبقاش ديبه بزاف ودابا فين على الحيده لو نتينا شفتي ديك الكاس اخر عامر سقاطه انا عاد شي نجيبهم لك قالك جهه اخرى الكاس دابا كتعمل فين تهرب انا عاد نوريهم لك دابا يبقاو ياكلوا غير سقاطه حتى تسالي عاد ياكلوا لي انا الماكله واخا الفروطه ما يبغوش ياكلوها ابي وانا عتبغي انا عاد نشوف انا بغيت هي تخبعوا فين ماما اوكي البنات كان هذا هو كان هذا هو المقلب ديال اليوم قولوا لي واش عجبكم في التعليقات وكتبوا لي في التعليقات البنات الا كان كيعجبكم كتبوا لي اي فيديوهات كيعجبكم واحد البنيته قالت لي عملنا مقلب انا عملت لك مقلب غنكتب الاسم ديالك هنايا باش تشوفوا المثال طلعت مني مقلب واش قلت لكم في الروتين اللي فات كيعجبوني المقالب المهم انا مقلبته اليوم ولكن ما كانش بحال واحد المقلب كان فريمون ما صورتوش واعر عيط له شي حد وقلت له شي وحده عيطت لك نهارك على مقلب كان كيرعرع عرفتي فوقاش الانسان كيكون ما عامل حتى شي حاجه وماشي على نيتو كتجي كتقول له راك كتخون ولا شي حاجه كيحس بواحد الاحساس خايب اللي مجربها يكتبها كذلك في التعليقات يعني الانسان كان على نيتو قلتي له عملتي ولا فعلتي هو على نيتو ولا كذبتي هو ما كذبش ولا شي حاجه سرقتي هو ما سرقتي ولا شي حاجه سرقتي اوكي البنات ايوا ولا هما هاد كلمه التلفازه او راهي الرافينه شو الدنيا كيفاش عامله شفتي يلا عملتي الاوفنين ديالك صورك لا ما قررتش اليوم نصورك نهار اخر نوض عمل انا غنوض الجمعه شي هذا واخا شو انا عملت عاد شنو عملتي قريتي عملتي الاوفنين ديالك هزيتي البوك فين انا كنت مي كنتي مع الكوزينه يا واخا دابا عاوتاني بغيت نشوفك كتقرا انا ما تخليت لكم راحه الى الفيديو نقول باذن الله ماما خليكم دائما معايا شاركي اللي كنتي باقا ما شاركتيش اعملي سبسكرايب صدار ما عندي من نوري ها انا غنوري لك ها هي كتبان لكم ياك جيتي زوينه كتنقص مسكين يا بلاتي والله حسن دوري كتنقص دابا واو يا قلت لك شحال مره ما تبقاش يتنقص سلامه المهم البنات انا حطيت عقوق باش ما يبقاش يعاود اوكي غتتفلي في السخره
والوليدات كيجيبوا له الصخره غيصطفوا لي الصخره بوحديتهم الحمد لله. والصراحه حنا متعودين على التعاون، مي دابا واخا غي عيان غادي يصطفوا لي الصخره وانا غنكمل العشاء ديالي. المهم البنات هذا هو المعقلب ديال اليوم، كنتمنى الى الاعجاب ديالكم، ما تنساوش لي لايك، ديروا لايك بزاف باش نعمل لكم شي مقلب اخر رائع خطير البنات. ان الصراحه الشخصيه ديالي مريحه وجديه في نفس الوقت، وغتلمسوا هادشي في الشخصيه ديالي، من نوع الشخصيات المحيره، ما غتعرفوش الكاركتر ديالي بالضبط شني هو. انا من هاد النوع ديال الشخصيات اللي كتحير الرجل، مريحه وفي نفس الوقت جديه، ما كيعرف منين يشدك بالعربيه لا هو ولا الشخص اخر. المهم البنات كنتمنى تستافدوا من الشخصيه ديالي، وخليت لكم راحه ونتلاقاو في الفيديو المقبل باذن الله.